على هامش إقامة محاضرة حول أسرار التفوق الدراسي للكوتش المدرب محمد بولعينين بثانوية تأهيلية شعبان، اللي غادي لنا بصراحة حول هاد المحاضرة وشنو هي يعني أهم المحاور اللي غاتناولها هاد الورشة هادي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كنشكر على راس أنفو على التغطية ديال الإعلامية لهذا النشاط نظرا للأهمية ديالو، وهذا النشاط غيشمل التلاميذ اللي جابوا أقل من معدل 10، هما 76 تلميذ من الأصل 600 تلميذ تقريبا. إذا المؤشر ديال ثانوية شعبان عندنا مؤشر قوي في النجاح، وقاتلنا 76 تلميذ اللي كتعاني من هذا المشكل ديال التفوق الدراسي. ارتأيت أنا كمهتم مدرب معتمد في التنمية الذاتية ومدرب معتمد في التفوق الدراسي، بس هذه الفئة تلتحق بالفئة الأخرى، أي 76 كاين إمكانية ديال 76 تلميذ باش نديرو واحد الدورة ديال أسرار التفوق الدراسي ونعطيهم المناهج كيفاش غيلتحقوا بأصدقاء ديالهم والزملاء ديالهم الآخرين، باش كل مؤسسة مزيان. المحاور ديال هذا اللقاء هذا ولا هذه الدورة هي أن الآن هي تقدير الذات. كنعرفوا الأهمية ديال تقدير الذات، أغلبية ديال التلاميذ كان عندهم مشاكل إما أسرية إما مشاكل إما ما عندهم ثقة في النفس، حتى هو محور ثاني. كنحاولوا نخدموا اليوم على هذا الجانب باش يعاولوا يقدروا ذاتهم وتكون عندهم ثقة في النفس ديالهم باش يراكبوا الإخوان ديالهم. وعندنا ثاني مسألة ديال الإيجابية والنظر للأهمية ديال الإيجابية، لأنهم هذا التلاميذ هذا ملي كنشوفوا كنلقاهم بأنهم تلاميذ متفائلين، قلنا بالتالي أنهم ما مهتميش، ويلا القدرات ديالهم يلا كيستعملوا 5% من القدرات العقلية ديالهم و95% ما كيستعملوهاش. ويجي وهنا كنعطيو المراحل ديال مراحل التفوق الدراسي، مرحلة إخفاق غنديهم مرحلة القبول، مرحلة القبول غنديهم مرحلة النجاح، ومرحلة النجاح غنديهم مرحلة التفوق، وهادو مراحل سهلة. وهاد الدورة هادي غتمكنهم من أخذ الآليات، ولكن إذا كانت عندهم العزيمة ولكن عندهم الإصرار باش يتفوقوا. هذا هو المحور العام ديال هذه الدورة هادي. العوائق ديال الإخفاق الدراسي غالبا كتمثل في عوامل سوسيو ثقافية وكذلك نفسية، يعني مثلا الشروط هذه يعني كيفاش يمكن نعالجوها في وسط المدرسي خاصة بالعيش؟ هو سؤال واجه كنشكرك عليه. غير هذه العوامل كما كتعرف ان كاين مساله ديال عدم الثقه في النفس، عدم ديال الثقه ديال هذاك، وعدم الطمئنان للمستقبل. كنعرفوا بان اغلبيه ديال التلاميذ الان ما عندهمش، كيتسناو دائما التحفيز، وهذه الفئه هذه كتلقاها فئه مهمشه، رغم انك تلقى بعد التلاميذ اللي كتلقاهم من فئات زعما غنيه او لا الى او ذكر كتلقاهم في التفوق، كتلقاهم في العمليه في محطه ديال الاخفاق. هنا كنحاولوا نعزوهم باش يقدر ذاته، لانه باش ينطلق من الذات ديالو باش يثق في نفسه. امام العوامل الاجتماعيه كنلقاو بان العوامل الاجتماعيه عندنا شهادات كبيره خاصه بالنسبه لدور الاسره، يعني محوري في العمليه. تماما، دور الاسره محوري، ولكن غير بغيت نشير لهذه النقطه قبل من دور الاسره. كنلقاو شنو هي الرساله اللي يمكن نوجهها للاسره؟ انا غنجاوبك على السؤال، لان كنلقاو مجموعه المبدعين ومجموعه ديال العباقره من وسط اللي كانت عندهم الوسط الاسري اللي كان ضعضع. هنا كيبينوا بان هاد الذات قادره باش تتحدى وباش توصل للمساله ديال التفوق المدرسي. بالنسبه للرساله اللي نقولوها اللي نوصلوها للاباء هي بركه من السلبيه. التلميذ ولا الطفل ولا الشاب كيحاط بمجموعه ديال الرسائل السلبيه يوميا. كنلقاو بانه ملي كيخرج من دارهم للمؤسسه للزنقه انه السلبيه. هاد الفئه بلادنا محتاجه ليها، نكونوا ايجابيين معاهم ونزرعوا فيهم القيم الايجابيه غير في الهضره ديالنا، في التكلم ديالنا معاهم اليومي، في الحوار ديالنا معاهم اليومي، نعطيهم رسائل ايجابيه. الله يخليك ولدي، تبارك الله على ولدي، مزيانه ولدي، ماشي جلس انت حيد انت، ما تقيس هذه، ما تدخلش انت لا دير انت لا، بحال كندخلوا في واحد الصراع مع العلم ان هذا الجيل هذا كنعرفوا بان جيل ديال العولمه، بانه كيطا
طالع على الوسائل وكيشوف راسو وكيشوف راسو بحال محقور. اذا حنا خصنا، انا بالنسبه ليا انا مهتم بالتنميه الذاتيه، خصني نزرع القيم الايجابيه في هذا التلميذ ولا في هذا الطفل ولا في هذا الشاب، حتى يكون شاب ايجابي، شاب متفوق في حياته، ناجح في حياته، ناجح في الدراسه ديالو، ويكون عنده الامل، كل الامل ديالنا في المستقبل. وهذا هو ما نخالي. وكنشكر